السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأطفال حلوين، مع حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان. مرحبا صديقتنا زينب. مرحبا، شلونك عمو فرحان؟ يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك. نعم، مرحبا صديقنا أحمد. أهلا وسهلا، شلونك عمو فرحان؟ يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أصدقائنا الأطفال الحلوين. هسه إحنا خلينا نشوف شنو عندنا وشو محضرتنا صديقتنا زينب، ولكن بعد ما نستمع إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم نستمع إلى هي خاشية إن شاء الله. إن شاء الله يا عم فرحان نبتدي على بركة الله. نعم أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطن ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Thank you.
وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة حكاية يوم. واليوم عندنا فقرة القصة، الحكاية من الحسين الصغير، تسلسل رقم 1. قصتنا اليوم عن البئر الذهبية. يحكى عن جارين اسمهما مالك وفراس، كان فارس طماعا وحسودا، بينما كان مالك طيبا جدا. ذات يوم أراد مالك أن يبيع بيته، فضاغت عين فارس، راح يشيع بين الناس قائلا: يوجد بئر تحت بيت مالك وسينهار البيت قريبا. نجحت حيلة فراس ولم يتمكن مالك من بيع بيته. الجميع صدقوا أن البئر تحت بيت مالك. وذات يوم حل جفاف بالقرية، وقرر المختار أن يهدم بيت مالك، فهو مثل كل الناس صدق أنه يوجد بئر ماء تحت البيت. حزن مالك كثيرا لأن سيهدم بيته، وفرح فارس الذي لا يتمنى الخير لجاره. فيما قرر أهل القرية جمع بعض المال لبناء بيت صغير لمالك. هدم العمال بيت مالك ولم يجدوا بئر تحته، بل وجدوا كنوزا في جرار. وأثناء الهدم انهار جدار لبيت فارس، جن جنون فارس فقد تضر بيته، بينما صار مالك ثريا جدا. بنى مالك قصرا على تل في القرية، وكتب على باب القصر حكمة تقول: من يهز بيت جاره يسقط بيته. وقصتنا يا أصدقائي لهذا اليوم قصة بها حكمة جميلة. أصدقائنا الأطفال تقدرون تشوفونا على البث المباشر يوتيوب على موقع كيدز كربلاء. نعم. السلام عليكم. اهلا وسهلا مهدي، شلون صحتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. يا ربي. اهلا بك. بلغ اصدقائنا وين يقدرون يشوفونا؟ نعم، بلغ اصدقائنا وين يقدرون يشوفونا؟ اصدقائنا يقدرون يشوفونا عبر التلفاز من خلال قناه كربلاء الفضائيه، وايضا من خلال برنامج او قناه كيدز كربلاء على اليوتيوب، وايضا قناه كربلاء الفضائيه على اليوتيوب. من خلال هذه المواقع ايضا تقدرون تشاهدون برنامج عمو فرحان وبقية البرامج. نعم، إذن احنا الآن على التلفزيون واليوتيوب. نعم نعم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم جميعا. نعم، ما دام جيت عاد خلينا ناخذ الفاصل. يلا نشوف الفاصل. يلا ناخذ الفاصل. مرحبا اصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. اهلا. نعم. بالاصدقاء جميعا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. نعم، اصدقائنا سنبلش وياكم مع الاتصالات، واول اتصال ان شاء الله حيكون مع صديقنا احمد. ان شاء الله يا عم فرحان نستقبل اول اتصال لهذا. نعم. اليوم ان شاء الله منتظرين احنا اول اتصال. نعم. ان شاء الله اكيد. ان شاء الله اول اتصال ان شاء الله راح يكون زهراء عبد الله. السلام عليكم يا زهراء. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بيك يا زهراء. من اي محافظه يا زهراء؟ من كربلاء المقدسه. من كربلاء؟ من كربلاء. ها، اهلا وسهلا بيك يا زهراء. باي صف صديقتنا؟ بالاول المتوسط. كل التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله. جاهزه حتى نشوف المشاركه؟ عفوا السؤال. نعم. يلا شوف السؤال على الشاشه. السؤال يقول: ما هو الطائر الذي يرى بأذنه؟ بأذنيه، يعني هو ما يشوفه اصلا، يطلع بالليل. الخفاش. نعم، اجابه صحيحه. الخفاش، اجابه صحيحه وموفقه. نعم، احسنتي، بارك الله بيك. يلا تفضلي بالمشاركه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر، والشفع والوتر، والليل اذ يسري، اهل في ذلك قسم، الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ذاك العمى؟ صدق الله العلي العظيم. الله العلي العظيم، أحسنتم، بارك الله فيك، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة الجميلة، تحياتنا. اتصال آخر. هبة صباح. زينب. هبة صباح من البصرة، سلام عليكم. وعليكم السلام. هبة شنو اسم بابا وبيعصف؟
صباح ربع إعدادي. كل التوفيق. جاهزة نشوف السؤال؟ إيه. إن شاء الله نشوف السؤال، إن شاء الله سلو راح تجاوبين عليه. والسؤال يقول: يمشي ويقف وليس لديه أرجل، فمن هو؟ يمشي ويقف فليس له أرجل. كل اختيارات يعني هسه موجودة بالصورة، تقدرين تشوفيها يعني هسه يعني هي موجودة بالسماء كاميرا؟ تصارا بالسماء يعني خلف الطائرة شنو اكو؟ غيمة. اي إجابة صحيحة الغيمة. هسه نسمع المشاركة. نسمع المشاركة. مشاركتي صديقتنا للأسف انقطعت. عودي الاتصال مرة ثانية وحتى تشاركيني وأنا صديقتنا. نعم اتصال مع مهدي. نعم نستقبل اتصال صديقة البرنامج فاطمة أحمد من كربلاء. السلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا فاطمة، كيف الحال؟ بخير والحمد لله. وضعك دوما ان شاء الله احنا بخير، وندعو لكم بالصحة والعافية والبركة ان شاء الله. فاطمة جاهزة للسؤال؟ نعم جاهزة. زين قبل ما نروح للسؤال قولي لي شنو بأي صف انت؟ صف الثالث ابتدائي. ما شاء الله بالتوفيق، وسؤالنا راح يظهر ان شاء الله على الشاشة، كوني جاهزة ومتحمسة. هذا السؤال. السؤال يقول: لون يبدأ بحرف الراء، الواو. لون يبدأ بحرف الواو. يا لون يبدأ بحرف الواو. نعم. لون يبدأ بحرف الواو. وردي. وردي. نعم. وردي. إجابة صحيحة. قبل المشاركة يا صديقتنا. للأسف فقدنا الاتصال. تعاود الاتصال حتى تسمعنا المشاركة. نعم فاطمة رائد صديقتنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا صديقتنا فاطمة. أنت بأي صف؟ رابع ابتدائي. رابع ابتدائي؟ إيه. نعم رابع ابتدائي، ونشوف لها سؤال، وإحنا أيضا حنساعدك حتى توصلين للإجابة الصحيحة. أكيد. نشوف السؤال. السؤال يقول: حيوان يظهر في الليل ولا يظهر في النهار. حيوان. حيوان يظهر في الليل. إجابة صحيحة. نعم السؤال اللي نفس الإجابة. أحسنت يا صديقتنا. نعم نسمع مشاركة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. بارك الله فيك. أصدقائنا حنروح فاصل ونرجع لكم من جديد. فاصل. وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن العرض المسرحي. Thank you.
أحمد ليش تلعب بالشارع؟ والله الشارع شوية واسع وأريد ألعب به. زين عندك هنا حديقة، هنا حديقة. لا ما أريد، أريد ألعب بالشارع لأن الحديقة صغيرة والشارع شوية واسع وأريد ألعب. زين بسبب هاي لعبك إنه تتسبب حادث، يجي سيارة منا وتجي منا أنا وأنت تتضرر. ألعب هنا واكو سيارات والشارع شوية واسع. بس هم يصير يعني خطر، كلش خطر تلعب بالشارع. اخ رجلي اخ ويد، هذا اللزمة اللي حقي ويد اللزمة اخذ كلك. تعال تعال عوف 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 بعدين اللزمة. طن ايدك طن ايدك، امشي امشي امشي. روح امك صحي. كم مرة قلت له لا تلعب بالشارع، لا تلعب بالشارع حتتسبب لك اضرار وخطر عليك، بس هو ما سمع كلام تأذى. سرحان سرحان قتل بسبب هذا الشيء. احمد احمد صار وياه. ها احمد لا ما ابي شوي انا بالعوان رادك. هذا انهزم ما ادري وين راح. عوضه بعدين الكفه. كم مره قلنا لك لا تلعب بالشارع؟ بعد ما العب به هاي الصوره بعد ما العب. ها هذا هذا يريح بعد هذا الهزم. اوقف اوقف مش هو جاي جاي قلت لي اعترف البين بطيء ما جاء. لا تعال اسمع اسمع. اوقف سرحان اوقف 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 انت مسبب الحادث. لا هو سبب الحادث. وشلون دعمك هو غير هو دمتي بالسيارة دمتي بالطوبة واندمع بالطوبة صارت بالسيارة صارت مريضة. ايش فيك شنو دعم شنو احمد؟ هذا والي هذا عمي والله. عندي فكره قابلني منك. وانا اقول لكم وقف خلينا نتفاهم خلينا نتفاهم. روح بعد وين رجع؟ خلينا نتفاهم خلينا نتفاهم. تعال هذا حتى بعد خلصنا راح. وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. مثل ما شفتوا يا أصدقائي اللعب بالشارع كلش خطر أن واحد يلعب بمكان اللي تمر به السيارات، فلذلك هم هو راح يتضرر، هم الشخص اللي دا يسوق راح يتضرر بهذا الشيء. فلذلك من تريد أنت تلعب العب بالحديقة بيتكم، لا تلعب بمكان اللي يكون به شارع اللي راح تسبب خطر لنفسك ولغيرك. مثل ما شفنا ساحنا صديقنا بسبب هذا الشيء قلنا له لا تلعب، هو جعاند ولعب بالشارع وتأذت رجليه. لذلك يا أصدقائي لا تلعبون بالشارع. أحسنتوا. جيت جيت أنا دمعتك. أصل منها أصل منها سلك حادث ثاني. هذا مواد بعدين مرتبك من المشهد. مو تدري شنو؟ أحمد أحمد دمعني. لا تعال صدق تعال خليك. تعال تعال. موضوع شنو والله؟ مو هو دمعني. قدم بعد عندك مجال عندك مجال. عند الاستيرن. عدوه. آه هي. إيه. أطبق ولزي. نعم. وين راح سرحان؟
نعم اتصال الى اتصال اخر. هبه من ذي قار، سلام عليكم. الو سلام عليكم. شلون شبه؟ السلام عليكم. زين هبه شنو اسم بابا؟ هبه جبار. هسه نسمع المشاركه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا احد، الله العظيم العظيم. احسنتي، صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا لصديقتنا هبه. تفضلي يا مهدي. نعم تفضل سحان. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم صديقنا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا لو تعرف شفتني انا من دمعة احمد. نعم. شفتني شلون سايق موهوب؟ نعم. وهذا صحيح يلعب بالشارع لو مو صحيح؟ ها؟ هو صحيح يلعب بالشارع لو مو صحيح؟ مصطفى؟ مو صحيح. مو صحيح، إجابة صحيحة. صحيح. يلا نسمع المشاركة. شنو اسم بابا؟ مصطفى شو اسم بابا؟ موفق من كربلاء؟ موفق. نعم. يلا صديقنا مصطفى نسمع مشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق الله العلي العظيم. أحسنتي، طيب الله أنفاسك. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. أحسنتم. مع مهدي عباس نقدي من صلاح الدين. السلام عليكم عباس. نعم صديق برنامج. عليكم السلام. أهلا ومرحبا، شلونك؟ سحان ساي. الو الو عباس نقدي من صلاح الدين، شلونك؟ كيفك شمالي؟ حبيبي الله يسلمك. من صلاح ألو. الدين باي صف انت؟ رابع. بالتوفيق ان شاء الله. سؤالنا ان شاء الله على الشاشه، ننتظر سويه ظهور السؤال ونشوف يقول السؤال. شيء يكتب ولكنه لا يقرا، فما هو؟ شيء يكتب ولكن ما يقرأ. ها المساحة أم القلم؟ القلم. أحسن. إجابة صحيحة. تفضل بالمشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح فلكن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك صفا انه كان توابا في خلال عيالك. شكرا جزيلا يا عباس وتحياتنا لك. شكرا. ما شاء الله. شكرا. نعم. يلا تفضل يا سرحان وياك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف اتصلت على سرحان؟ شنو خطيئه بس انا بس يلا انا احكي اصدقائي كثير. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مو احمد كان خطيه اخذ اتصال بس خطيه دعمت انا بالسياره. اخذني كل اليوم بك بعد. اي صحيح. دعمتني. يلا صديقنا شنو اسم بابا؟ الو. شنو اسمك؟ محمد. امير؟ نعم محمد. نعم. انت بيا صف؟ المدرسه. علي صوتك ايش اسمع؟ احسنت، يلا نشوف السؤال. سادس. يلحق بالنهار ويتركنا طول الليل، فما هو؟ يلحق بنا بالنهار ويتركنا في الليل، من هو؟ زين هو الشمس أم الظل؟
ها صديقنا، الشمس أم الظل؟ الظل. إجابة صحيحة. نسمع مشاركة. الظل. نعم مشاركة. أحسنت، إجابة صحيحة. نسمع مشاركة. للأسف يعني مو مشكلة، عاود اتصال بينا مرة ثانية ونسمع مشاركتك. نروح نشوف فاصل ونرجع لكم من جديد. يلا. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقتكم البومة الحكيمة بو. في أحد الحقول يا صغاري كانت دجاجة تعيش مع فراخها الصغار، وكان يعيش معها في ذلك الحقل بطاط وأرنب وقطة وسلحفاة، وكان الجميع أصدقاء. في أيام الصيف انقطع المطر وجف الحقل ولم يجدوا طعاماً يأكلونه. ذات يوم كانت الدجاجة تبحث في الحقل فوجدت حبات من القمح. أخذت الدجاجة حبات القمح إلى الأصدقاء، فرح الجميع وقالوا هيا هيا نأكلها معاً. قالت الدجاجة إنها قليلة جداً، لا تكفي لا تكفي. ثم قالت عندي فكرة. قال الأصدقاء وما هي؟ قالت الأفضل أن نزرع حبات القمح لنحصل على حقل من القمح. صفق الأصدقاء لفكرة الدجاجة وفرحوا كثيراً. شرحت الدجاجة الفكرة لأصدقائها وقالت والآن من يقوم بحراسة الأرض؟ سكت الجميع. قالت الدجاجة أنا سأقوم بحراسة الأرض. قامت الدجاجة بحراسة الأرض وحدها، وبعد عملها نثرت حبات القمح. أخبرت الدجاجة أصدقاءها بذلك فصفقوا لها وفرحوا. قالت الدجاجة والآن من يقوم بسقي الحقل؟ هنا سكت الجميع. قال الأرنب أنا لا أحب السقي. والجميع مثله قالوا. قالت الدجاجة أنا سأقوم بسقي الحقل إذن. قامت الدجاجة بسقي الحقل، وبعد مدة نبتت حبات القمح وظهرت السنابل الصغيرة. السنابل كانت تكبر وتكبر كل يوم، فأخبرت أصدقاءها بذلك وفرحت فرحاً كبيراً وقالت لقد أصبح لون الحقل ذهبياً وقد حان وقت الحصاد. من يقوم منكم بحصاد الحقل؟ سكت الجميع. وقال الأرنب أنا لا أحب الحصاد. ألم أقل لك أنا لا أحب الحصاد؟ والجميع كرروا وقالوا مثله. فقالت الدجاجة أنا سأقوم بحصاد الحقل. قامت الدجاجة بحصاد الحقل فصنعت عددا من أرغفة الخبز اللذيذة، وأخبرت أصدقائها وقالت لهم أنتم جميعا كسالى ولا تحبون العمل
ومن لا يشارك في العمل فليس له الحق في الأكل. أيها الأصدقاء، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل والتعاون فيما بيننا، وهو لا يحب الكسول ولا يساعده. هل عرفتم الآن مغزى قصتنا يا أحبائي؟ إذن انتظرونا وقصة جديدة من قصص البومة الحكيمة. إلى اللقاء. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة الأعمال اليدوية. مساء أصدقائي، عندنا فقرة الأعمال اليدوية. رح نسوي عمل الدودة على شكل مجسم. اللي رح نحتاجه، رح نحتاج إلى أوراق ملونة عدة ألوان. رح نجي نسوي على شكل دائرة. ناخذ اللون الوردي، ناخذ اللون الأحمر. من عندهم هنا سرح ناخذ المسطرة، رح نرسم على شكل دائرة حتى نسوي مجسم الدود. هنا رح ناخذ دائرتين، هنا دائرتين حتى تصير لنا المجسم كبيرة. هسه نجي نقص الدائرتين وردي. نحتاج لعدد من الدوائر ونطويهن ونسوي الشكل. تريدون دودة أكبر تكبرون الدوائر، بس احنا راح نسوي دودة صغيرة. ناكسي نعتمد الدوائر. لا عدنا ننقص، راح نجي نقص بعد. وانا هنا عندي من الألوان اللي الأزرق والأصفر والسمائي والوردي. هسه رح أجي أطويهن بهذا الشكل، رح أطويهن كلهن. صار عندي مجموعة، رح أجي ألزقهم وحدة بنص اللخ، هاي ويا هاي.
راح اجي اسوي الراس مالتها، احتاج الى اخذ ورقه بيضاء على شكل كرتونيه حتى لا تنطبع عندنا. هسه راح ناخذ صار عندنا هنا واحدة، نلزق الوجه الثاني. هاي أصدقائي صار عندنا هنا مجسم دودة وسوينا دودتين. انتهينا عملنا لهذا اليوم.
مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. أهلا وسهلا، رجعنا إياكم من جديد ومشاركاتكم الجميلة. أهلا ومرحبا بالأصدقاء جميعا. نعم أهلا وسهلا، يلا نستقبل أول اتصال ونقول نشوف من هو أول متصل. يا سلام يا سلام، تفضل. أحمد جبار من ديقار، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا صديقنا أحمد. أنت يا صف أول متوسط. أول متوسط. تمام سهل. نعم. سؤال يقول: لديه أسنان ولكنه لا يعرف، فما هو؟ شنو؟ بس عيد السؤال. لديه أسنان لكنه لا يعرف، فما هو؟ لكنه لا شنو؟ شوف، عنده أسنان لكنه لا يعض. شلون أنت تمشط شعرك؟ شلون تمشط شعرك؟ لكنه لا يعض. أي لكنه لا يعض. أي؟ ما تغير السؤال. زين أنت شعرك من من تمشطه؟ اختيارات. هو شعرك بمن تمشطه؟ ها؟ شعرك بمن تمشطه؟ بالمشط. زين هو جواب شنو هو؟ المشط. احسنت، هو الاسنان ولكنه لا يعض. نعم بارك الله فيك. نعم نسمع مشاركه. بسم الله الرحمن الرحيم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إنما العسر يسرى، فإذا فرقت فانصب وإذا ربك فارغب، صدق الله العلي العظيم. أحسنتم، شكرا. أحسنت ما شاء الله. تقوى من بلد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم يا تقوى. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله دوما إن شاء الله. شنو اسم الوالد؟ صالح. تقوى صالح من بلد، بأي صف انتي؟ خامس. بالتوفيق ان شاء الله. تقوى راح يظهر ان شاء الله سؤال على الشاشة، اريد تكونين جاهزة ومتحمسة، وسؤالنا راح يكون جدا سهل. تقوى طالب. نعم. السؤال يقول: شيء ليس له بداية ولا نهاية، فما هو؟ اجر درس مشي الى بداية وليس له نهاية. ممكن نعاد شوفي، اكو شيء له بدايه وليس له نهايه، مثلا هسه انا دا ارسم هيك، لو دا ارسم هيك له بدايه ونهايه. الدائره. احسنتي، الدائره والمستقيم. اجابه صحيحه. اجابتك يا تقى صحيح، الدائره ليس لها لا بدايه ولا نهايه. نعم تفضلي بالمشاركه. بس خلي اشوف السؤال شنو كان صيغته. له بدايه. ايه له بدايه يعني لا. ليس له بدايه ولا نهايه. السهم مثلا له بداية لكن ما إلى أي نهاية، مثلا بالخط الرياضي مثلا من ترسمون خط مستقيم وبراسة مثلا مثل السهم، هذا له بداية لكن ما معروفة النهاية. صحيح، احسنت. شكرا. لكن الدائرة مالها لا بداية ولا نهاية. اثنين وعدها. شكرا جزيلا. فضلي بالمشاركة. نص التلفزيون. المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ألو. صوت تقوى بعيد. صوت ناصر. احسنت تقوى، شكرا جزيلا لك، تحياتنا. شكرا. نعم اتصال اخر. زينب من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون زينب؟ زينب ان شاء الله دوم. زينب شنو اسم بابا وبياصف؟ زينب الثالث بس ثالث ابتدائي. جاهزه نشوف السؤال؟ نعم. يلا نشوف السؤال، ان شاء الله سهل وراح تجاوبين عليه يا شاطره. والسؤال سيظهر على الشاشه.
ما هو الشيء الذي تضربه بمطرقة؟ البسمار. أحسنتي، البسمار بمطرقة إجابة صحيحة، وسنسمع المشاركة. أحسنتي. يلا المشاركة يا زينب. مركب عيد ابت العين وقرب من جبن هنته ومن توحيد ابت الوالد ليحضن بديه وليده وكنته ومن توحيد ابت السعب كله بشيعته وكنته يا أهل قال لحناسيك حميس القمر ظله قتلى يبا يا موطني ليش انت من دول الدول صاحت عليك صايحه وليش انت من دول الدول اطفالك الحلوين بالدم سافحه وليش انت من دول الدول كل بيت عندك رايحه جاوبني جاوبني يبكي موطني والمشكله مو بالوطن المشكله السفاحه والذابحه بما يا مسرحان. أحسنتي، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. أحسنتي، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، من ويانا؟ كوثر كرار. كوثر كرار، من وين يا كوثر؟ من بغداد. من بغداد، أهلا وسهلا بك يا صديقتنا. شنو اسم بابا قلتي لنا؟ كرار. كوثر كرار، نعم أهلا وسهلا يا كوثر، جاهزة حتى نشوف السؤال إن شاء الله؟ جاهز. يلا نشوف السؤال على الشاشة يا كوثر. والسؤال يقول إلى أي شيء يتحول الماء عندما يبرد كثيرا؟ عندنا المي إذا برد هواي شنو يصير؟ يتحول إلى شنو؟ ثلج. أحسنتي، يتحول إلى ثلج. أحسنتي وبارك الله فيك يا كوثر. يلا تفضلي بالمشاركة، خلينا نسمع. يلا يا كوثر سمعنا مشاركتك. ها يا كوثر مشاركة؟ كوثر موجودة؟ الو مناسب على سبيل قطع الاتصال. شكرا جزيلا، ان شاء الله تسمعنا مشاركات اكيد. كل الشكر لكم اصدقائنا جميعا. الان شنو رايكم نجم القرعة؟ نعم نعم. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ بخلط الأسماء. إن شاء الله الكل فاز ويانا بحلقة هذا اليوم. يا الله، نسحب اسم. تمام. تقوى طالب من بلد موفق إن شاء الله. تقوى بالتوفيق إن شاء الله والنجاح إليك ولكل الأحبة الأصدقاء المشاركين اليوم ويانا، ويا ربي التوفيق ان شاء الله. تقوى الاستلام جائزتك، عليكم التوجه ان شاء الله لمحافظه كربلاء المقدسه مدينه نواره الاملاك السياحيه في كربلاء، تستلمون كارت من بوابه المدينه وتتوجهون ان شاء الله الى الالعاب الجميله والاماكن الرائعه داخل هذه المدينه الرائعه. شكرا جزيلا لكم. نعم شكرا 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 لكم جميعا. شكرا لك سرحان. نعم اصدقائنا الاطفال، الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى من اصدقائنا ان شاء الله اللي ما قدر يتصل بينا يتصل بينا ان شاء الله بالايام المقبله. صور الاصدقاء مو تنسون تدزونا وتكتبون جواها الاسم حتى نعرف ونعطيكم موعد بعرض الصور ان شاء الله. زين احسنتم، شكرا جزيلا اصدقائي. والى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم مع حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه ان شاء الله. مع السلامه.